جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. علي عدد من الأيام صيام، وأنا أصوم الاثنين والخميس، هل يجوز أن أنوي في صيامي الاثنين والخميس القضاء أيضا؟ لك ما نويت، إذا نويت القضاء صار قضاء، وإن نويت الاثنين والخميس صار سنة، صار صيام سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. تقصد السؤال عن كونها كسبت الاثنين والخميس في صيام القضاء، هل تؤجر على هذا الشخصان؟ تنوي القضاء فقط. أما القضاء والنافلة؟ تنوي القضاء فقط. نعم. وقد يحصل لها أجر النافلة. اللهم أمين. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.